نيجي يا شباب دلوقتي هنتكلم عن مجموعة تانية للاستروجين انتاجونست. اتكلمنا في اول المحاضرة عن البايوسينسيس بتاع مين؟ بتاع الاستراديول والاسترون. قلنا ايه؟ قلنا ان هو اساس البايوسينسيس بتاعهم جاي طبعا من فوق من الكوليسترول، لكن احنا بنتكلم دلوقتي اول حاجة بنعرفها اقرب حاجة مكونانا الاستراديول هو مين؟ الاندروستين دايون. الاندروستين دايون بالاروماتيز بيدين الاسترون، والاسترون يبقى مع ايه؟ مع الكوليسترول، مع الاسترادايول بيبقى فيه اكوليبريم بين. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى انا لو انا عايز اعمل انهبيشن، للاستروجين اكشن على الاستروجينيك ريسبتور، يبقى انا التارجت عندي مهم قوي هيبقى مين؟ هيبقى الاروماتيز انزيم، صح؟ يبقى الاروماتيز انزيم ده اولا نفهم ايه هو الاروماتيز انزيم، بعدين نبدا نتكلم عن الايه الانهبيتورز ليه. الاروماتيز انزيم ده سايتوكروم بي 450 انزيم، طبعا دي مجموعه سايتوكروم بي ديت مجموعه من الانزيم كومبلكس اللي بتعمل اللي مسؤوله عن الميتابوليزم، مش بس بتاع الاندروستين دايون والكلام ده، لا ده هي مجموعه السيتوكرومز دي مجموعه انزيم كومبلكس. اذا هناخد ان شاء الله مع بعض في دراج ديزاين السنه الجايه انتوا الكريدت اول. المهم ان هم لهم دور كبير في الايه في الميتابوليزم بتاع الدراجز. والاروماتيز ده بيعمل ايه؟ بيكاتالايز الكونفرشن من الاندروستين دايون لاسترون وتستوستيرون. يبقى انا لما اعمل انهبيشن للاروماتيز يبقى انا هعمل انهبيشن لمين؟ للاستروجين والاسترادايول بايوسينسيس. طيب الفيرست جنريشن من الاروماتيز انهبيتور كان الامينوجلوسامايد وده نون سترويدال كومباوند والتستولاكتون، وهنشوف الاستراكشر مع بعضين. لكن بعد كده كان في دراجز تانية، الدراجز دي هي مبنية على الاندروستين دايون. وطبيعي يا شباب الاندروستين دايون ده بيبقى السبستريت بتاع مين؟ بتاع السيتوكروم بتاع الاروماتيز. يبقى انا لما اعمل مركب شبيه بيه ولكن في اختلاف فيحولهولي من اجونس، فيقدر يعمل الاول بايندنج وبس ما يعملش ايه، ما يديش الاكشن بتاعنا، يقف عند مش هيديني الاستروجين، هيقف عند مرحله ان دول كومبيتيتيف انهبيتور بيدخلوا جوه الاكتف سايت ويمنعوا مين؟ السبستريت الطبيعي ليهم. الحقيقه ان لقوا ابسط موديفيكيشن بتحوله من اكتف لانكتف، يعني مثلا 4 هيدروكسي اندروستين دايون، 4 جاست هيدروكسي جروب في الفور بوزيشن بتاع الاندروستين دايون، حوله من ايه؟ من اجونست، من السبستريت الطبيعي لانتاجونست. وده كان ايه؟ ده كان الفورم ستان. اوكي؟ ده ريفرسبل انهبيتور. الحقيقه عيبه ان هو بليك الاورال افيلابيلتي، يعني ما اقدرش اخده اورالي. لما باجي برضو اتفقنا ان الفورم ستان ده مشكلته ان هو ليك الاورال افيلابيلتي. ففي مركب تاني اللي هو الاكس مستان، ده اورالي افيلابل، ده هايلي سيلكتيف اروماتيز انهبيتور. ماشي؟ ده الامينو جلوسامايد، دول الفيرج، وده التستولاكتون. يعني ممكن اي دي الاثنين نخليهم اي دي لان في سكند جنريشن عندي. ادي هنا الفيجر، ادي الاندروستين دايون ده اللي منه اتفقنا بالاروماتيز بيديني الاستروجين. اتفقنا ان ابسط موديفيكيشن 4 هيدروكسي زي الفورمستان، او السكس هنا الاكسو دبل بوند زي ما احنا شايفين في الاكس ماستان، حولهم من ايه؟ من اجونست لانتاجونست. وميزه الاكس ماستان ان هو ايه؟ اوريدي افيلابل.
انا كنت عارف. هو كده بيسجل. يبقى زي ما اتفقنا يا شباب، في عندنا النوع الثاني من الاروماتيز انهبيتور اللي هم مش هيبقوا كومبتيتيف ولا هيبقوا سترويدال في الاستراكشر، مش هيبقوا شبيهين بالاندروستين دايون، لان هم لهم ميكانيزم ثاني ان هم بيعملوا زي كليتور للايرن اللي هو مطلوب للهيم، لازم يعمل بايندنج مع الهيم عشان السيتوكروم يشتغل، ماشي؟ الارومات الانزيم يشتغل. فانا عندي هنا الانسترازول ده مش معانا، وعندنا الليتروزول هو ده اللي معانا نذاكره وده حفظ، ونبقى واخدين بالنا ان الرينج الترايازول رينج دي هي اللي مسؤوله عن تكوين الايه؟ هي اللي عامله الكليشن مع الاير، وهي اللي ايه؟ اللي بتخلي المجموعه دي تعمل انهبيشن للانزيم. يبقى زي ما اتكلمنا قبل كده يا شباب، احنا خلصنا دلوقتي او اتكلمنا عن ان انا عندي تو هرمون، تو فيميل سكس هرمون، اتكلمنا في المرحله الاولى على الاستروجين، وقلنا ايه هم الاستروجين وان هم ممكن يبقوا استرويدال ونان استرويدال، اتكلمنا على الانهبيتورز ان ممكن يبقى فيه دايركت انهبيتورز على الريسبتور الاستروجين ريسبتور، واتفقنا ان في نوع بيعمل انهبيشن للاروماتيز انزيم، وحتى الانهبيشن على الاروماتيز انزيم كان ليه تو ميكانيزم، ماشي؟ نيجي دلوقتي للمجموعه الثانيه او الهرمون الثاني للفيميل سكس هرمون، الفيميل سكس هرمون الثاني اللي هو البروجستينز. البروجستين دي يا جماعه هنلاقيهم انهم بلونج لحاجتين، للبروجسترون وده الطبيعي وده اللي هنبقى فاهمينه منطقي، وهنلاقي في مجموعه ثانيه بتنتمي للتستوستيرون. التستوستيرون زي ما هناخد في المحاضره الجايه ده اللي هو الهرمون الايه؟ الميل سكس هرمون. يبقى هنلاقي ان البروجستينز دي كقاعده دي بتنتسب لي من البروجسترون دريفاتيف ومن النور تستوستيرون دريفاتيف. 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون دريفاتيف زي ما هنشوف مع بعض، و17 الفا اسينايل 19 نور تستوستيرون دريفاتيف. المجموعتين دول اللي هيشتغلوا كبروجستينز. ولما هنيجي نتكلم على السار هنبقى نركز مع بعض قوي ان احنا واحنا بنتكلم على السار بيبقى في سار خاص بالمركب لما يبقى الاصل بتاعه بروجسترون، وفي سار لما يبقى المركب اصله تستوستيرون، اوكي؟ نيجي اول حاجه للنومن كليتشر بتاعته، ادي برجن، طبعا هنا برجنان لان انا عندي هنا ادي الاسايل جروب اهي، وادي الاثنين مسايل اللي عند العشرة والايه؟ وال 13. فيبقى الاصل عندي هيبقى برجنان برجن 4 إين، طبعا 4 هنا مع 5 يبقى خلاص 4 إين، و3 و20 داي أون. آدي الإيه الاستراكشر بتاع البروجسترون، وآدي النومنكلتشر بتاعه. نيجي نتكلم على السار بتاعة مين؟ بتاعة البروجسترون. أول حاجة بريزنس أوف 4 إين 3 أون في رينج إيه؟ ده اسينشال فور بروجسترون اكتيفيتي، ماشي؟ لان الفانكشن دي ايه؟ الفانكشن جروب دي بتعمل بايندنج على مين؟ على البروجسترون ريسبتور. يبقى انا عندي اول حاجه عندي قلت ان 4 اين و3 اون في رينج ايه دي اسينشال للبروجسترون اكتيفيتي، لان هي بتتعامل او هي بتعمل بايندنج مع البروجسترون ريسبتور، ماشي؟ طيب هنيجي في اخر السلايد خالص في نمره دي عشان بس ما تقولوش دكتوره ايمان يعني حصل لها حاجه في مخها. سفنترزات ريموفال اوف اوكسجين من كربون 3 ريتين الاكتيفيتي، ماشي؟ وبتديني كومباوند فري فروم اندروجين سايد افكت. يعني ايه؟ وانا فوق اقول ال 4 ان 3 اون مهمه؟ لا، اللي فوق بقولها لما يبقى المركب الاصل بتاعه، لما اتكلم على المركب اللي هو بروجسترون، يبقى لو البروجستين كومباوند الاصل بتاعه من البروجسترون يبقى ال 4 ان 3 اون دي اسينشال للاكتيفيتي. لكن لو البروجسترين دراج ده الاصل بتاعه من التستوستيرون، يبقى لما اجي عند الثلاثه واشيل الاكسجين
ده بيرتين الاكتيفيتي والعكس بيديني كومباوند. احنا هنشوف ان من عيوب التستوستيرون ان هو ليه بيبقى ليه اندروجين اكشن، وده ما بيبقاش مطلوب. فانا لما بشيل الاكسجين من التستوستيرون ستراكشر بيديني ايه؟ بيديني مركب بيرتين الاكتيفيتي وبالعكس فري من الاندروجينيك سايد افكت. ماشي؟ يبقى انا السار اللي معانا هنبقى مركزين كويس قوي انها ايه؟ انها ماشيه يعني واحده بواحده. هذكر ده لما يكون الاصل ايه؟ يبقى نمره واحد هو في الغالب الجزء اللي فوق لما يبقى الاصل ايه؟ والجزء اللي تحت لما يبقى الاصل ايه؟ تستوستيرون. يبقى اول حاجه اتفقنا ان 4N3ON دي مهمه لما يكون عندي البروجستين اصل بروجسترون. طيب البروجسترون نفسه زي اتفقنا زي التستوستيرون برضو زي كل الهرمون بيبقى صعب ان انا اخدها اورالي لانها بيحصل لها بسرعه جدا فيرست فيز ميتابوليزم، وده بيقلل الاكتيفيتي، يا اما بيديني هرمون اقل في الاكتيفيتي يا اما بتبقى بتروح لاكتيفيتي خالص. ولو نديناه انتراماسكولار ده بيعمل سيفير لوكال اريتيشن، يعني امشيه اورالي ما ينفعش اديه انتراماسكولار مؤلم جدا. فانا بالحقيقه بموديفيكيشنز معينه بيديني بروجستين اكشن للمركبات. هنا مثلا بنتكلم لما نقول ريموفال اوف ذا ال 19 ميثايل، الميثايل اللي هي على كربون 10 ماشي، بتديني النور. وده من مين؟ ده من التستوستيرون. يبقى انا لو عندي تستوستيرون وشلت منه الميثايل جروب اللي هي 19 اللي هي اللي على كربون 10 ده بيديني 19 نور ديريفاتيف. نور ما هو نور يعني ما فيش يعني ميثايل متشال، وده بيبقى ايه اورالي اكتيف زي النور سندروم. ماشي؟ وهنيجي نشوفهم كمان شويه. طيب يبقى الريموفال اوف 19 ميثايل دي لما يكون المركب بين قوسين كده، نكتب مع بعضينا بين قوسين ان ده لما يكون المركب ايه؟ تستوستيرون. طيب انسيرشن اوف اسايل اوكسي جروب في ال 17 بوزيشن او سبستيوشن عند ال 6 بوزيشن زي الميدروكسي بروجسترون استين، ده برضو بيخليه اورالي. احنا دلوقتي بنتكلم ايه الموديفيكيشن؟ ان نحول البروجسترون لاورالي. يبقى الريموفال اوف 19 ميثايل ده كان لما لو المركب عندي تستوستيرون، لكن انسيرشن اوف اسايل اوكسي او سبستيتيوشن في السكس بوزيشن ده لما يكون المركب، حط بين قوسين لما يبقى المركب ايه؟ بروجسترون. سبستيتيوشن اد 17 الفا ويز الكالايل زي الاسينايل جروب ايه بتديني برضو ده لما يكون تستوستيرون بيديني النور استرون، وده برضو بيبقى ايه؟ بيبقى له اورال اكتيف اورال اكتيفيتي، بيبقى اورال اكتيف يعني. انسيرشن اوف دبل بوند في الرينج بي بيديني بوتنت بروجسترون دراج بين قوسين لو كان الدراج ده في حاله لما يبقى الدراج ده منبعه من البروجسترون. اخر واحده دي اللي اتفقنا ان هي لما يبقى المركب اصله تستوستيرون، لو شلت الاكسجين اللي افتلق في البوزيشن الكيتون جروب دي لو شلتها بيديني بيحتفظ بالاكتيفيتي كبروجسترون وبيديني كومباوند فري فروم اندروجين سايد افكت. يبقى انا عارفه ان الكلام ده يعني شويه مربك. احنا اتفقنا ان ال البروجستينز اصلها يا اما من البروجسترون يا اما من التستوستيرون، ففي حاجات بنعملها تزود الاكتيفيتي او تخليه اورالي اكتيف لما يكون الاصل بروجسترون او لما يكون الاصل ايه؟ تستوستيرون. الحقيقه الاكزامبلز اللي احنا خدتها دلوقتي مع بعض هتوضح الامور دي. ماشي؟ طيب دلوقتي انا عندي ادي البروجسترون، ادي البروجسترون الدايكيتونيك، هنا الاستايل هنا في كيتون، التو ميثايل موجودين، ده البروجسترون. ماشي. لما قلنا ان احنا سبستيتيوشن او انساتوريشن في السكس بوزيشن بيزود البروجسترون اكتيفيتي، ادي ده لما نشوف الميجسترول. طبيعي الميجسترول ده ديريفاتيف من مين؟ من البروجسترون. يبقى واضحه هنا ان العلاقه، وكمان الاسيتايل اوكسي جروب
في الالفا بوزيشن، في 17 الفا بوزيشن، ده كنا برضو بنتكلم عليه مين؟ لما يكون الاصل كان البروجسترون. لما نيجي نشوف المركب الميجسترول اسيتيت هنلاقي ان هو زي ما ادي شايفين اهو في سبستيتيوشن في 6 بوزيشن وان ساتوريشن، وده بيزود الايه البروجسترون اكشن وبيزود الايه الديوريشن وبيخليه ايه ريزيستنت. وهنا الاوكسي اسيتايل جروب ديت هنا في ال 17 الفا، كل ده بيزود ايه الاورال بايو افيلابيلتي وبيزود الاكتيفيتي كايه كبروجسترون. طيب نيجي احنا اتفقنا قلنا ان احنا لو حطينا 17 الفا اس 9 ده مين يا شباب المركب ده؟ انتوا ممكن في اللحظه دي ما تعرفوش. المركب ده من غير الاسينايل جروب هو عباره عن التستوستيرون. المركب ده من غير الاسينايل جروب ده عباره عن التستوستيرون. يبقى انا لو شلت من لو حطيت في الالفا بوزيشن للتستوستيرون اسينايل جروب حوله من ايه؟ بقى ليه اورال، بقى الاول ليه بروجسترون اكشن واورالي اكتف. اوكي؟ الدراجز طبعا دي معانا الميدروكسي بروجسترون والميجسترول اسيتيت. هنا انا مش مهم عندي مش مطلوبين في المذاكره، ولكن زي ما احنا شايفين برضو هنا سبستيتيوشن في السكس بوزيشن ماشي، وبرضو هنا الاسيتيت جروب برضو كل ده زود لي ايه؟ زود لي ده الميجسترول وده الميدروكسي بروجسترون. يعني اتحضر ازاي بالكلورانين ده مش مهمة الخطوة دي. هنا برضو زي ما احنا شايفين مع بعضينا هنا ده يعتبر دريفيتيف من التستوستيرون. ادي اتشالت ال 19 ميثايل، ادي هنا كان المفروض فيه هنا الميثايل في ال 19 اتشالت وبقت انسبت اللي هي نور ماشي. يبقى انا المركب ده على بعضه ده اساسه ايه؟ ده اساسه التستوستيرون، بس في كام موديفيكيشن. الاول شلنا ميثايل فتحول بقى بروجسترون، الاسينايل جروب هنا علشان تخليه اورالي اكتف، وهنا بدل الميثايل بقت اسايل جروب ده النورجسترول. يبقى ده الليفو نورجسترول، وهنا طبعا في الليفو جايه يبقى انا عندي دلوقتي ده يعتبر سكند جينيريشن بروجسترون بروجستين دراج. ده الاصل فيه مين؟ كان التستوستيرون زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى في عندي الحقيقه تو دراجز، الدروسبيرون. الدروسبيرون اللي هنا الحقيقه ده اللي هو الياسمين، ده يعني من الاورال كونتراسبتيفز المشهوره واللي بتستخدم بقدر كبير في الماركت. الدروسبيرون ده اولا ده في سباير الكومباوند ده يعني هو شبيه بمين؟ بالبروفايل بتاعه شبيه قوي، الفارماكولوجيكال بروفايل بتاعه شبيه جدا بالبروجسترون الحقيقه، فعشان كده يمكن ده ميزه فيه عن السينثيتك بروجستينز. وبعدين ولذلك هو فيه زي ما بقول لكم لو حد فيكم في الماركت هيعرف ان هو يعني في لود عليه يعني ليه ويت في الماركت كبير. بعد كده عندي وده حفظ الحقيقه، ده حفظ النورجسترول مش حفظ، ولكن نبقى عارفين لما بنيجي نتكلم عليه ده بيفهمنا السار ان انا ده اصله كان تستوستيرون زي ما اتفقنا، وبالموديفيكيشن ديت اصبح ليه بروجستين اكشن. التانابروجيت خلاص خلي الدروسبيرينون برضو ايدنتيفيكيشن، خليه ايدنتيفيكيشن عشان الظروف اللي احنا فيها بس. تانابروجيت هنا الحقيقه تانابروجيت ده يعتبر ايه؟ طبعا ده نون استرويدال وده تيشو سيلكتيف كونتراسبتيف بروجسترون ريسبتور انتاجونست، والحقيقه السايد افكت بروفايل بتاعه حلو يعني افضل من الـ من الـ من كتير من الاسترويدال كونتيننج كونتراسبتيف، يعني كونه مش استرويد بيقلل الايه السايد افكت بتاعته. الحقيقه استخدام البروجسترون انتاجونست مش زي مين؟
زي الويت بتاع استخدام الاسترادايول او الاستروجين انتاجونست، لان التنين بيستخدم في الكانسر، وفي بيستخدم في الاوستيوبروزز، لكن انا عندي هنا الاستخدام قليل جدا، والحقيقه ده بيؤدي للايه بورش فاكشن. فهو الحقيقه بيستخدم عندنا واحد بس دراج اللي هو الميفيبريستون، ادي الميفيبريستون هو السنايل زي التستوستيرون، عندي دبل بوند هنا ما بين التسعه والعشره، وعندي البالكي جروب ديت اللي بتعمل انتاجونست اكشن. ماشي، الميفيبريستون ده بيستخدم في الابورشن في السكند تريمستر من الابورشن، والحقيقه بيستخدم معاه الميزوبريستول اللي هو البروستاجلاندين اي 2 انالوج، عشان يخلي يبقى فيه كومبليت ابورشن. زي ما قلت لكم هو استخدامه ليميتد للوضع ده مش اكتر.